السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. نظمت في العاصمة نواكشوط ورشة تحسيس حول خطة العمل الخماسية 2016-2020 لترقية الأشخاص المعاقين. الورشة منظمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لصالح شركائها في التنمية وبعض الناشطين في منظمات المجتمع المدني. ويأتي نقاش الخطة الخماسية لترقية الأشخاص المعاقين بعد أيام من تخليد ذكرى اليوم العالمي لذوي الإعاقة. نظم المجلس الأعلى للشباب ملتقى حول آليات ترقية دور الشباب في الفضاء المدني ودولة القانون. وقال رئيس المجلس الأعلى محمد يحيى الطالب إبراهيم أن الملتقى يشكل إطارا تأسيسيا لبناء رؤية نقدية حول مخرجات خطط وسياسات الحكومة في الفضاء المدني ودولة القانون وحقوق الإنسان. نظمت في العاصمة نواكشوط ورشة تكوين حول سلامة العلاجات الأولية ورعاية المرافق الاستشفائية. ودعا أحمد جدو للزير المكلف بمهمة في وزارة الصحة الموريتانية إلى خضوع المرافق الاستشفائية في موريتانيا لتحسين الجودة الشاملة، مضيفا أن ذلك بات يشكل تحديا رئيسيا. نددت نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين خلال ندوة نظمتها في نواكشوط بما سمته التهميش الذي قالت إن أطباء الأسنان في البلاد يتعرضون له. واستعرضت الندوة جوانب أبرزت من خلالها الحاجة الماسة إلى أطباء الأسنان في البلاد، منددة بعدم اكتتاب الموجود منهم بشكل كامل. نهاية الموجز. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله. دمتم في أمان الله. أطيب المنى.